عبر على مجددا عن التضامن ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان مع منظمه العفو الدوليه في التضحيه اللي كيطالها العمل اللي كنعطيه واللي هو عمل مجهود عبر عقود من الزمن. تفضل الاخ ادريسي. تفضل الاخ ادريسي معنا انت راه شكرا صاحبي بغيت نقول لك صافي حميد صافي 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 بالوتيرة اللي عليها هنا كاين اختلافات في التقدير وفي التقييم والتعليم. هذا التقييم والتقدير والتعليم كاين بعد من طبعا من مدى إمساك بشكل جيد بالمقاربة الحقوقية. هذا مسألة أساسية وكنقول بأنه بالنسبة للتعليم العدد اللي جابت منظمة العفو الدولية ديال 76 حالة هي حسب 173 حالة هي نماذج اشتغلت عليها ماشي هي جميع النماذج اللي كاينة في المغرب. وما ننساوش واحد المسألة أخرى أن التعذيب اللي كنستطيعوا نوصلوا له حتى منظمة الحقوق هي كاع اللي عندها إلا بغيتي في بعض المناطق البعيدة وكذا الوصول ديالنا محدود للضحايا ديال التعذيب. ومني كنهضروا على الاتفاقيه كاين التعذيب وكل ضروب سوء المعامله اللي هي المعاملات القاسيه والمهينه والحطم والكرامه. اذا اولا بالنسبه للقرى والبوادي ما كيمكنناش نوصلوا لها الحالات ديال التعذيب في مراكز الدراك ومراكز ديال البشوات وديال القياد وكذا اللي كتمارسوا لا الدراك ولا القوات المساعده ولا الاعوان السلطه. اذا هذا الشيء اللي كنوصلوا له وهذا العدد اللي ذكرت منظمه العفو الدوليه هذا راه كيطيح بلاد ماشي كيطيح حكومه في دوله اللي هي فيها قواعد ديال الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان. وهنا بغيت نوقف على واحد المساله ذكرها حميد الدين وهي اخر تقرير قدمه المغرب في نوفمبر 2011 امام اللجنه ديال مناهضه التعذيب. طبعا تسال المغرب وتذكر فيه مركز تمارا وتذكر فيه مركز اخر في هذا من طرف المقررين ديال اللجنه التعذيب اللي هو عين عوده كانت ذكرته كذلك ذكرته هيومان رايتس واتش في احدى التقارير ديالها. وتسال المغرب حول ماشي غير التعذيب اللي متعارف عليه في الماده واحد من الاتفاقيه اللي هو اخضاع واحد الشخص لواحد الاذى مادي او نفسي من اجل انتزاع اعترافات منه اما من خلاله هو او بواسطه افراد ديال العائله ديالو ولا كذا. لا سالوهم كذلك على الافراد في استعمال القوه العموميه، سالوهم على المعاملات القاسية والمهينة والحاطة والكرامة اللي كيمكن تشمل المواطنين والمواطنات في عدد من الأماكن. وطبعا ملي كنهضروا على الأماكن ديال الاحتجاز كنقصدوا بها كما ذكروا واحد العدد من الأصدقاء المعتقلات اللي هي المراكز ديال التغطية القضائية اللي هي السجون اللي هي المستشفيات ديال الامراض العقليه اللي هي مراكز الاحداث المهم اللي هي مراكز اللجوء اللي فيها اللاجئين. وطبعا لماذا ما خلاوش منظمه العفو الدوليه تقوم بالمهمه ديال التحرير رغم انها لانهم المهاجرين غير النظاميين اللي موجودين في المغرب كيتعرضوا لا في الغابات ولا في واحد العدد الاماكن والمعاملات اللي هي قاسيه ومهينه وحاطه بالكرامه كذلك. اذا لانه اللي كون ما كانش شي حاجه عندك ما تخبي ما تمنعش الناس باش دير الواجب ديالها اللي كتقوم به. اذا قلت بانه في التقرير ديال 2011 من بين الحوايج الاخرى اللي استلم عليها المغرب هي كذلك المساله ديال تسليم بعض الناس المهددين بالتعذيب.
كانوا يسلموا واحد الروسي ونسألوا عليه المغرب. وانا راه عندنا واحد الحاله مثلا طروحه راه حنا كنتظروا المقال ديالها, هو واحد السوري كذلك اللي تتحاول السلطات انها تسلموا للدوله السوريه, ولكن الحركه الحقوقيه تحركات وهي بسطت انتظار ما تتسفر وحده الاتصالات ديالها. فالموضوع كنظن بان لجنه مراعاه التعذيب رسمت السلطات المغربيه ونبهتها, لان في القضيه الروسي كنتذكر بانه المقرر ديال لجنه التعذيب قال بان السلطات المغربيه قالت لهم بان الدوله الروسيه اعطتهم ضمانات دبلوماسيه باش ما يتخوفوش. استغربوا مقررين قالوا لا شنو الضمانات الدبلوماسيه ولا كذا, هذا شخص مهدد ما كيمكنش نسلموه, ما كاينش في الاتفاقيه ما كاينش تعطيك ضمانات دبلوماسيه. كاين واحد الانسان مهدد بالاعدام ولا مهدد بالتعذيب ما كيمكنش طبعا تسلموه. طبعا هذه مساله حاسمه ما فيهاش. هذه النقطة الأولى اللي بغيت نتعرض لها, وبغيت نقول واحد مسألة مهمة كذلك, وهي ما لاحظناه في الآونة الأخيرة ماشي مع وثائق شرف وتنحس, بل مع عدد من